صباح الخير مشاهدينا الكرام، مع إشراقة شمس يوم جديد نبدأ معكم حلقة جديدة ببرنامج هذا الصباح، معكم من الآن وحتى العاشرة مجموعة من الفقرات والتقارير والحوارات اللي نتمنى أنها تنال إعجابكم بإذن الله. يوم جديد مليء بالأمل والسعادة والتفاؤل والسلام للعالم أجمع. صباح الخير يا صباح الخير شروق، صباح الخير لكل مشاهدينا في كل مكان. النهاردة موضوعاتنا الحقيقة متنوعة وإن شاء الله تنال إعجابكم، بالإضافة إلى الفقرة الأولى اللي فيها متابعة لأبرز الموضوعات الخفيفة والعلمية والصحية والثقافية. كمان عندنا حوارات النهاردة منها متابعة لقمة العشرين في البرازيل اللي انطلقت أمس الحقيقة وسط تحديات كثيرة بتواجه العالم، وترقب لسياسات أمريكا بعد فوز دونالد ترامب. يمكن قمة العشرين دائما يعني بتهتم بتقليل الفجوة بين الدول الغنية والدول الفقيرة من خلال المشروعات التنموية الكبيرة، ويمكن الرئيس عبد الفتاح السيسي يحمل على عاتقه مشاكل القارة السمراء والمشاكل الاقتصادية للدول النامية وما تعاني به لأجل يعني اكتساب مزيد من المميزات والخصائص للدول النامية من الدول الغنية. صحيح، الحقيقة أن مصر فعلا بتحمل قضايا الدول النامية في هذه القمة، وموضوع آخر عندنا الحقيقة ليه شق رياضي وشق سياحي وثقافي وبيئي، وهو مسابقة رمال الوادي الجديد 2024. وزارة السياحة والآثار بتعلن عن انطلاق هذه المسابقة، هنتعرف على تفاصيلها مع ضيفنا في هذا الحوار أستاذ محمد الصياد الخبير السياحي. يمكن رمال الوادي الجديد منتجع مناسب وممتع للرياضات وأيضا السياحة البيئية والسياحة الطبيعية، وده بيعزز طبعا من موارد الدخل القومي بالنسبة لمقاصد السياحة المختلفة والمتنوعة اللي بتتمتع بها مصر، وبيضفي لون جديد من ألوان السياحة. وإحنا الحقيقة عندنا الحقيقة غنى وتنوع في ألوان السياحة عندنا في مصر، يمكن نتحسد عليها أكتر دولة عندها سياحة ثقافية وشاطئية وترفيهية وعلاجية ودينية ومؤتمرات كمان ومؤتمرات. نعم. يعني الحقيقة عندنا تنوع، بس المهم ان احنا ازاي نستغله، ازاي نستفيد من هذا الزخم السياحي اللي ربنا ادهولنا في بلدنا علشان نبقى فعلا دولة سياحية أولى متربعة على عرش السياحة، وهي تستحق ذلك بالفعل بما يخدم يعني أغراض كثيرة، أغراض التنمية ويوفر عائد على وأهم حاجة نوفر مقومات البنية التحتية وكل الخدمات اللي ممكن يحتاجها السائح خاصة في الوادي الجديد. ده مهم. نعم، يعني من فنادق أو خدمات سياحية مختلفة ممكن هو يحتاجها، لأن السائح دائما بيحب الطبيعة، بيحب السفاري، بيحب الرمال، الصحراء. والمهم ان احنا يبقى عندنا ثقافه التعامل مع السائح، يعني من اصغر طفل لاكبر واحد في كل المناطق الحقيقه. نعم. مش بس المناطق الحضريه، كمان المناطق اللي هي بعيده عن الحضر يبقى عندهم الوعي ده باهميه السياحه لينا لبلدنا يعني. وطبعا خصوصا للنشأة او الاجيال ان هم يبقوا متربيين او متعلمين وعندهم الوعي بالتعامل مع السائح ازاي واهميه السياحه، لانها مصدر لان احنا بلد سياحيه بالدرجه الاولى. نعم. وناس كتير كانت بتتكلم وبتقترح ان هو يتم تدريس ماده السياحة والثقافة السياحية في المدارس. ده لازم. ده مهم جدا. مهم جدا. طبعا. تعرف يا أحمد أن النهاردة العالم كله بيحتفل بالرجل بما أن هو القائد وهو القدوة بالنسبة للأسرة. والله كويس. وهو الأساس، فإحنا بنحتفل بكل رجال العالم. اليوم العالمي. لكل ده من يتحمل المسؤولية والواجبات تجاه أسرته وتجاه أولاده. يمكن في هذا اليوم كمان بيسلط الضوء على كثير من الأمراض أو الصحة النفسية والصحة العقلية للرجال والاهتمام بيهم، لأنهم برضو هم أساس مقومات الأسرة والمجتمع يعني. صحيح، 19 نوفمبر اليوم العالمي للرجال، وبيرجع سبب تأسيسه للدكتور جيروم تولوكسينج، وهو محاضر في التاريخ بجامعة الهند الغربية، اختار ذلك اليوم كعلامة احترام لوالده. يعني الحقيقة طبعا مهمة جدا، وانت قلتي كلمة في بداية الخبر ده،
تحية لكل من يتحمل المسؤولية، لأن الرجولة مش فقط أن هو يعني ذكر أو أنثى، يعني مش مجرد الجنس، لكن تحمل المسؤولية ومقومات الرجولة الحقيقية هي دي فعلا. في نماذج كتيرة جدا، ناس ضحوا بحياتهم وضحوا عشان أولادهم تعيش أحسن وتحملوا فعلا المسؤولية بناء الأسرة كأحد القلاع، وده يعتبر نوع من الجهاد. طبعا طبعا أكيد. انتهت الحقيقة الفقرة الأولى في هذا الصباح، كنا بنتكلمكم عن بعض الموضوعات اللي هنشوفها النهاردة في برنامجنا ونتابعها إن شاء الله. فاصل قصير وبعده هنبدأ معاكم أول فقرات. أهلا بكم مشاهدينا الكرام من جديد، وهذه الجولة الإخبارية ومجموعة من الأخبار والتقارير بجانب الوقوف على آخر المستجدات. أكدت دراسة جديدة أن النشاط البدني يمكن أن يطيل العمر 5 سنوات على الأقل، وأن خطر الوفاة المبكر بينخفض كلما زاد النشاط البدني للفرد. كما وجدت الدراسة أن النشاط البدني بعد سن 40 يزيد متوسط العمر المتوقع ب5 سنوات على الأقل،
وده بيساهم في تعزيز الصحة وانخفاض مستويات النشاط البدني، قد ينافس الخسائر الناجمة عن التدخين وارتفاع ضغط الدم. وسبق أن ربطت دراسات سابقة الخمول البدني بتطور العديد من الأمراض بما في ذلك أمراض القلب والسكتة الدماغية والسكر والعديد من أنواع السرطان. للمزيد معنا دكتور عبد الرحمن منصور، أستاذ الطب الرياضي بجامعة المنيا. صباح الخير دكتور عبد الرحمن. صباح الخير يا فندم، صباح الخير على حضرتك وصباح الخير على السادة المشاهدين. يعني لو اتكلمنا بمنطلق هذه الدراسة، العلاقة بين النشاط البدني وطولة العمر ايه؟ ربنا يعني يدي حضرتك طولة العمر والسادة المشاهدين. النشاط البدني هو أحد المقومات الأساسية للصحة العامة. أمريكا والدول المتقدمة وأوروبا بتدرس الموضوع باتجاه أسباب الوفاة من الناحية الصحية والفسيولوجية والبيولوجية. فبيجوا بعد سن الأربعين سنة بيهتموا جدا بأعمار الناس ويهتموا جدا بأسباب الوفاة. فكل الدراسات العلمية أثبتت أن من ضمن أسباب الوفاة وخاصة بعد سن الأربعين الخمول 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 وعدم النشاط البدني وعدم ممارسة النشاط الرياضي بشكل مستمر. طب لما لقوا الأسباب الأساسية لحدوث الوفاة، لقوا أن ارتفاع نسبة الكوليسترول، السمنة، عدم الخمول، عدم حركة، ما فيش حركة، كل الحاجات دي بتؤدي أو بتسرع من عملية الوفاة. النهاردة لما نيجي نتكلم على الرياضة وفايدة الرياضة وأهمية الرياضة، رياضة مهمة جدا جدا جدا. في رقم واحد أن هي بتحرك عضلات جسمنا كلها، اتنين بتنشط البلاد سبلاي، بتخلي الدم شغال باستمرار. البلاد سبلاي ده فيه بياخد اكسجين وبيطلع حاجات مش كويسه من الجسم. الحاجه الثانيه الكوليسترول، ثم الكوليسترول القاتل الصامت ده. طبعا لما بنمارس نشاط رياضي بنقدر نحافظ على نسبه الطبيعيه الموجوده في الجسم، فبالتالي التغذيه الدمويه بتقدر تصل لجميع بدايه الانطلاق يعني لممارسه الرياضه. ناس كتير بتبقى عايزه تمارس الرياضه بس عندها حاله الخمول والكسل، ممكن تخرج منها ازاي وتتغلب عليها ازاي كمرحله اوليه؟ خلينا نتفق اتفاق، بعد سن الأربعين سنة لا ينصح، كل الدراسات العلمية لا تنصح بالاستمرار في الركود أو الجلوس لمكان أكتر من ساعة زمن. يعني أنا قاعد على مكتب ما ينفعش أقعد أكتر من ساعة زمن. النهاردة أنا ممكن أقدر وأنا قاعد على المكتب بتاعي دلوقتي أعمل استريتشات، أعمل أي أكتيفز، أجري في المكان، أقف، أتحرك، أعمل أي شكل من أشكال الحركة. ده أبسط شكل. إحنا مش بنقول مثلا ضغط الحياة وضغط العمل والالتزامات ممكن تمنعني إن أنا أروح الجيم. النهارده ممارسه نشاط رياضي قادره ان هي تتم في اي مكان. الحركه اي شكل من اشكال الحركه المقننه هي رياضه. اي شكل من اشكال الحركه المقننه هي رياضه. لو وقفت دلوقتي وقمت عملت حرك ايديا لفوق وتحت وحرك رجليا واقف في المكان، انا كده بمارس نشاط رياضي، انا كده بحقق الهدف. فممارسه النشاط الرياضي تنفع مع كل الفئات، فئه تقدر تروح اعلى مستويات صلاه اللياقه البدنيه، وفئه تقدر ما تقدرش تروح وتقدر تمارس نشاط رياضي في البيت. المشي، التحرك، كل الحاجات دي طبعا بتقدر بتعزز من الفوائد الصحيه والمقومات البيولوجيه والفسيولوجيه لممارسه النشاط الرياضي. طب هل ساعه واحده من المشي يوميا هي كافيه خاصه بعد سن الأربعين؟ اختيار الوقت المناسب لها اهم من تنفيذها. اختيار الوقت المناسب لممارسة النشاط الرياضي أهم من تنفيذ ممارسة النشاط الرياضي. ساعة وقت كافي جدا وقوي جدا لتحقيق الهدف. ساعة لو تم اختيارها فترة الصباح بتساعد بشكل كبير جدا على تنشيط الدورة الدموية، تخلص من كل المشكلات اللي حصلت أثناء النوم والركود، بتنشط العضلات، بتقدر تحافظ على نسب الفات الدهون اللي موجودة في جسم الإنسان، بتقلل نسب الكوليسترول، بتقدر تعزز الجسم من ارتفاع معدل الحرق، فبالتالي كمية الأكل اللي هتتاخد هيقدر الجسم يتعامل معها بشكل كويس جدا. الخمول هو توقف لجميع العمليات البيولوجية اللي بتتم داخل جسم الإنسان. معدل الحرق بيبقى بطيء جدا، نسب الكوليسترول بترتفع بشكل كبير، نسب الفات بتتراكم بشكل كبير جدا، التغذية الدموية للقدرات العقلية بتقل. كل الحاجات دي للأسف الشديد بتؤدي لخطر الوفاة للدراسة اللي حضرتك تطرقت ليها في بداية اللقاء.
طب دكتور، في أيضا العادات السيئة أو السلوك الغير النمطي، يعني زي مثلا التدخين، الوجبات السريعة، الخمول، الكسل، اللي بتؤدي طبعا العديد من الأمراض زي القلب وأمراض السرطانية. حضرتك تنصح خاصة الشباب في هذه المرحلة بتغيير نمط الحياة، وأن هو ياخد كفايته من النوم والراحة علشان يكون نشيط، وأن هو يمارس الرياضة كسلوك اعتيادي يومي؟ 3 مقومات أساسية لصالح جسم الإنسان مهمين جدا، لازم ناخد بالنا منهم، لازم نحافظ عليهم. إن أنا أتحرك بأي شكل، لازم أتحرك أو أمارس أي نشاط رياضي، لازم أكل كويس جدا، ولازم أكل غذاء صحي متوازن أو متكامل، وأبعد تماما عن الوجبات. لازم 5 حاجات لازم تكون في الوجبة الغذائية بتاعتي، لازم يكون في ميه، لازم يكون في كارب، لازم يكون في بروتين، لازم يكون في فيتامينز، لازم يكون في املاح معدنيه. لو اكتملت الوجبه الغذائيه بهذا الشكل فهي وجبه غذائيه صالحه لجسم الانسان. الحاجه الاخيره الريكفري، النوم، لازم انام، لازم انام، لا انام عشان خاطر العضلات بتتبني كلها اثناء فتره النوم، الاستفاده من كل العمليات البيولوجيه بتتم اثناء فتره النوم، الحدود الفسيولوجيه للاعضاء بتريح عشان تقدر تستمر وما تدخلش في سورنس، في اجهاد وتعب وكلام زي كده. ال3 مقومات دي مهمه جدا لبناء جسم صحي قوي. احنا بنغير في الهابس، في العادات بتاعتنا. عاداتي ان انا احافظ على الوجبات بتاعتي بشكل متوازن اثناء النوم، ان انا لازم امارس اي شكل من اشكال الرياضه. جسم الانسان خلق مش للتوقف او السكون او الركود، خلق للحركه والسعي. الحاجه الاخيره طبعا لازم اخد قسط كافي من الراحه. النهارده كل التوصيات العلميه بتقول لافضل لاعبي العالم كلهم لازم تنام، لازم تنام عشان خاطر تقدر تكمل، لازم تاخد غذاء صحي عشان خاطر تقدر تعمل بالانس، توازن ما بين الطاقه المفقوده اللي انت فقدتها اثناء ممارسه النشاط الرياضي وما بين احتياجاتك للاكل واحتياجاتك الغذائيه بشكل كامل. العادات دي لازم كلنا نشتغل عليها. بشكر حضراتكم انه دائمين في ان انتم بتقدموا المعلومه في هذا الاطار. الاعلام لازم يشتغل على الكلام ده، لان من اخطر الحاجات اللي بتهدد اقتصاد الدول المرض الجانب الصحي والامراض المزمنه دي، بتستهلك ميزانيه الدوله بشكل كبير جدا، وفي دراسات كتير جدا بتتطرق لهذا الامر يعني. نعم، احنا كمان بنشكرك دكتور عبد الرحمن منصور، استاذ الطب الرياضي بجامعه المنيا. أكد رئيس جامعة زيتونة بطرابلس أن دكتور عبد العظيم أبو زهير على أهمية تعزيز التعاون سواء مع الجامعات المصرية أو الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، لما لمصر بيت العرب من خبرات في المجال الأكاديمي ودور رائد في البحث العلمي، كما أثنى على ما وصلت إليه الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري من مستوى أكاديمي متقدم. المزيد في حوار الزميل أحمد سعد الدين مع دكتور عبد العظيم أبو زهير رئيس جامعة الزيتونة بطرابلس. أهلا بكم مشاهدينا. في إطار التعاون ما بين جامعة الزيتونة بطرابلس والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، يعني هناك العديد من أطر التعاون والشراكة بين الجامعتين، وفي إطار تعزيز سبل هذه الشراكة يسرنا أن نلتقي مع الدكتور عبد الحفيظ الظواهري رئيس جامعة الزيتونة بطرابلس. أهلا وسهلا بحضرتك. يعني عايزين نتعرف من حضرتك زيارة للأكاديمية العربية وأهمية هذه الزيارة وأطر الشراكة مع الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري. نعم، شكرا لك. أنا الأستاذ الدكتور عبد الحفيظ أبو ظهير رئيس جامعة الزيتونة طرابلس ليبيا. اليوم تشرفنا باللقاء في الأكاديمية العربية للتكنولوجيا والعلوم مع السيد رئيسها الأستاذ إسماعيل عبد الغفار، من أجل توقيع اتفاقية للتعاون ما بين الجامعة والأكاديمية. لعلمنا عراقة هذه الأكاديمية وما تقدمه من أعمال تعود بالنفع على المستوى المحلي وكذلك على المستوى العربي، لذلك أتينا لتوقيع اتفاقية من أجل أن تمتد هذه الشراكات إلى طرابلس ليبيا، بحيث نستطيع أن نقدم شيء ينفع الأولاد والبنات والمجتمعات المحلية وكذلك المجتمعات العربية.
دكتور عبد الحفيظ، من خلال الزيارة للأكاديمية، كيف وجدتم المستوى العلمي والأكاديمي في هذه الجامعة، وآلية تنفيذ أطر الشراكة مع الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا؟ هو في الحقيقة أنا انبهرنا جدا، أنا شخصيا وكذلك الفريق المرافق لي، بالإمكانيات المأهولة الرائعة والتقدم التقني والعلمي الموجود. واحدة من الأشياء اللي شفناها على أرض الواقع اليوم اللي هو احتفالية الارت اند ساينس ديزاين، اللي كانت احتفالية غير عادية، وتبرز الجانب العلمي والتقني الرائع لهذه الأكاديمية. هناك طبعا مشارب، وهناك عديد من البرامج المختلفة على المستوى المعلومات التقنية على سبيل المثال الطبية، وكذلك المستوى الاجتماعي، وكذلك المستوى الهندسي المتقدم بما فيهم الـ AI وما إلى ذلك. يعني فإحنا مسرورين جدا بهذا اللقاء، ونعول كثيرا على أن نقوم أو ننقل هذه التقنية إلى المجتمع العربي الليبي. أخيرا، يعني كيف ترى أهمية التبادل ما بين الأكاديميات العربية والجامعات العربية في تعزيز التنقل وتبادل الخبرات سواء العلمية أو العملية أو الثقافية؟ يعني نراه أنه شيء مهم جدا، هو نقل المعلومات وتبادل الخبرات ما بين المجتمعات العربية. نحن في أمس الحاجة حقيقة لهذا، يعني في وجود هذا الزخم الكبير من المعلوماتية ومن الخبرة ومن المعلوماتية الموجودة، أن تتم نقلها ما بين المجتمعات العربية فأولى بها من المجتمعات الأخرى. دكتور عبد الحفيظ، أهلا بك في مصر ضيفا عزيزا علينا، شكرا لك على هذا اللقاء. نشكركم جميعا على حسن الاستقبال والحفاوة، وموفقين إن شاء الله دائما. قال وزير السياحة والأثار شريف فتحي إن فوز قريتي غرب سهيل بأسوان وأبو غصون بالبحر الأحمر ضمن أفضل القرى الريفية السياحية لعام 2024 يعد تكليلا لمجهودات عديدة مهنيا لكل من ساهم في تحقيق هذا الإنجاز. وأضاف أيضا في بيان له أن تم تجهيز ملف هاتين القريتين بدقة من خلال فريق عمل فني من الوزارة، لا سيما في ضوء ما تولي الوزارة من اهتمام كبير بملف السياحة الريفية. بذلك تكون مصر قد استطاعت أن تضع مباشرة 4 قرى على قائمة أفضل القرى الريفية السياحية، وهي قريتي غرب سهيل بأسوان وأبو غصون بالبحر الأحمر في عام 2024، بجانب قريتي دهشور بالجيزة وسيوة بمطروح في عام 2023، بالإضافة لوضع قريتين على قائمة الترقي وهما قرية فهوة بكفر الشيخ في 2021 وسانت كاترين بجنوب سيناء في 2023. يذكر أن مبادرة أفضل القرى الريفية السياحية هي مبادرة سنوية أطلقتها منظمة الأمم المتحدة للسياحة منذ 2021، وشارك في هذه المبادرة هذا العام 260 قرية على مستوى العالم، فاز منها 55 قرية ضمن قائمة أفضل القرى الريفية السياحية. وضعت منظمة الأمم المتحدة للسياحة عدة معايير لاختيار تلك القرى، تمثلت في توافر الموارد الثقافية والطبيعية وقدرة قطاع السياحة على الحفاظ على تلك الموارد وتعزيزها وتوفير الاستدامة الاقتصادية وتكاملها وتوافر معايير الأمان السياحي والصحة والسلامة. للمزيد معنا أستاذ محمد عثمان، رئيس لجنة تسويق السياحة بالأقصر. صباح الخير أستاذ محمد. صباح النور بحضرتك، أهلا يا فندم. يعني إعداد ملف السياحة الريفية يمكن بيعكس اهتمام الدولة بالريف بما يعني يمتلكه من تراث وثقافة مختلفة. احنا عندنا القرى كل قرية لها خصائصها وبتختلف عن الأخرى. يعني فوز هاتين القريتين ومطابقتها للمعايير والمواصفات العالمية، ده حضرتك شايفه إزاي؟ نوع جديد جدا من السياحة لم يكن معروف، هو السياحة الريفية.
سنوات طويله كنا بنركز على نوعين من السياحه، رغم ان احنا نملك ادوات كثيره جدا، سنوات طويله واحنا بنعتمد على السياحه الثقافيه في الفنادق الفاخره وفي المراكب الفاخره، او بنعتمد على السياحه الترفيهيه في القرى السياحيه الفاخره سواء في شرم الشيخ او الغردقه، وده منتجات عاليه الانفاق وعاليه الجوده. لكن العالم الان يتجه الى منتج جديد من السياحه وهو السياحه الريفيه. السياحه الريفيه اصبحت الان المنتج الاغلى، المنتج الاكثر طلبا، المنتج الدائم الجوده، نمره واحد، نمره اثنين، بيعكس الروح والشخصيه المصريه بامتياز، يقدم الطعام المصري بامتياز، يحافظ على البيئه بامتياز. ولذلك ده بقول لحضرتك ضرب جديد من ضروب السياحه والصناعه الجديده من صناعه السياحه، اعتقد انها هتقود في الفتره اللي جايه، خاصه في ظل مطالبه الدوله ورغبتنا جميعا كقطاع صناعي سياحي ان يكون لدينا 30 مليون سائح ب 30 مليار دولار. لا تستطيع الفنادق الكبرى انها تتحملها وحدها، لكن هذا المنتج الجديد المتميز سواء في غرب الاقصر او غرب سهيل او حتى في مرسى علم او في الغردقه، في قرى رائعه الجمال تحمل الشخصيه المصريه بامتياز، كمان تنقل لنا تجربه سياحيه مميزه. الناس فاكره ان السائح بياتي فقط للحجر، لا، السائح كمان ياتي للبشر، والشخصيه المصريه تستحق وملفته للنظر باكلها بطعامها بكرامها بجوده مقابلتها. كل هذه اعتقد ان نجاح وزاره السياحه والاثار في هذا الامر يعتبر زي ما قلت لحضرتك ادخال منتج جديد من صناعه السياحه الى مصر. نعم، يمكن السائح كمان بيهتم بالتراث والثقافه، والتراث والثقافه النوبيه يعتبروا من ايقونه التراث المصري. لو اتكلمنا عن خصائص هذه القريه اللي هي غرب سهيل بمحافظه اسوان، ممكن نتكلم عنها ازاي؟ يعني الشخصيه النوبيه شخصيه غنيه جدا جدا جدا، ومتمسكه بتراثها جدا جدا جدا، وفصيل مصري متميز، فصيل مصري رائع الحقيقه، وله خصائص، يمتاز بالنظافه الشديده جدا جدا جدا، يمتاز بطعامه المتميز جدا جدا. تم ادراج 21 نوع من الطعام في غرب سهيل تمتد جذورها الى الطعام المصري، تخيل حضرتك يعني ما تم رصده 21 نوع من الطعام اصلا كانت موجوده من ايام المصري القديم، ده دلال على ان هذه القرى متمسكه بتراثها، تنميه مستدامه، كل من في القريه يعمل، المقصد السياحي اللي اهله، اي مقصد سياحي اللي اهله عندهم بطاله مقصد سياحي فاشل، لكن غرب سهيل ضربت لنا مثال بان المراه والطفل حتى الطالب بعد ما بيرجع مدرسه، الاب، الام، الجده يعملوا، بيعمل نوع من الثراء الفكري. السائح لما بيجي بينبهر بالشخصيه المصريه، بيعرف ان هذه الشخصيه يعني اعتقد ان اللي بيروح غرب سهيل ده بيرجع ولديه انطباع مختلف جدا عن مصر، بيرجع وعنده انطباع عن هذه الهويه المصريه، ولذلك انا بعتبر غرب سهيل دي امن قومي، لانها بتحمل سمات المصري الاصيل القادر على حمل جينات ورساله للعالم كلها. ولذلك انا كمان اتمنى من الدوله متمثله في السيد، وانا بشكر الحقيقه جدا جدا السيد رئيس وزير السياحه والاثار، لكن اتمنى ان كمان يكون هناك في اللقاء في اول معرض سياحي يبقى جاي، يبقى هناك جناح او جزء من الجناح المصري متمثل في السياحه الريفيه التي بصراحه بامتياز طرقت وبقوه هذا العام، متمثله برضه زي ما اقول في او اوضحها في غرب سهيل، لكن موجوده في الاقصر في البر الغربي، موجوده في اماكن كثيره جدا تحمل الهويه المصريه الرائعه، وتخلينا مدخل جديد من السياحه بانفاق عالي. حضرتك عارفه ان مستوى الانفاق في قريه غرب سهيل يساوي مستوى الانفاق في اقوى واغلى فندق في اسوان او في الاقصر. نعم. الفنادق الموجوده بنسميها بين قوسين البوتيك اوتيلز في البر الغربي اعلى انفاقا من فنادق الخمس نجوم. عندنا منتجات جديده جدا اتمنى ان الدوله تراعيها، منها في السياحه الزراعيه، ومنها كمان بالمره نقول الذهبيات، احنا عندنا منتج اسمه الذهبيات بيروح يقف عند غرب سهيل، اتمنى ان الدوله يعني تراعيها، لانها الحقيقه الدوله وزاره السياحه والاثار بتشتغل بقوه لانتاج مدخلات جديده. منذ فتره قريبه احتفلنا بادخال السياحه الزراعيه، ودلوقتي عندنا السياحه الريفيه اللي كمان فيها ميزه ثانيه ما بتعتمدش على الاقصر واسوان بس، لكن زي ما قلت لحضرتك في صوه
ممكن يبقى عندي في الشرقية، ممكن يبقى عندي في كفر الشيخ. نعم. ممكن يعني تستطيع أن كل تجعل من كل محافظة في الأقصر مقصد سياحي متميز. طب لو كلمنا عن سمات بقى أبو خصون بمحافظة البحر الأحمر، إيه أكتر السمات اللي بتميزها أو الخصائص؟ يبدو أن الاتصال انقطع بالأستاذ محمد عثمان رئيس لجنة تسويق السياحة بالأقصر، بنشكره جزيل الشكر. أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر بدء أولى رحلات قطار الشباب مساء الجمعة المقبل ضمن برنامج اعرف بلدك لتنشيط السياحة الداخلية وزيارة المعالم السياحية والأثرية بمدينتي الأقصر وأسوان، وذلك بالتنسيق مع وزارة الشباب والرياضة. وأوضحت الهيئة في بيان لها أن رحلات قطار الشباب ستستمر حتى 27 من فبراير المقبل، وستعمل بمعدل قطارين أسبوعيا في الاتجاهين، بحيث ينطلق قطار من القاهرة يوم الجمعة من كل أسبوع في رحلة الذهاب، على أن يعود من أسوان يوم الخميس في رحلة العودة خلال تلك الفترة. وأشارت إلى أن إجمالي عدد الرحلات يبلغ 28 رحلة ذهاب وعودة من القاهرة إلى أسوان، والعكس بإجمالي 14,448 راكب، وبيقف بمحطات صعيد مصر، الجيزة، بني سويف، المنيا، أسيوط، سوهاج، قنا، الأقصر وأسوان. للمزيد معنا دكتور علاء الدسوقي مدير عام البرامج الثقافية والفنية بوزارة الشباب والرياضة. صباح الخير دكتور علاء. صباح الخير يا فندم، صباح حضرتك. يعني أهمية برنامج اعرف بلدك للشباب وتعزيز روح الانتماء للوطن ومعرفة أهم الآثار والحضارة والتراث المصري في سن الشباب. طبعا حضرتك برنامج قطار الشباب ده من اقدم البرامج اللي بتقدمها وزاره الشباب والرياضه على مر 40 سنه تقريبا دلوقتي حاليا. طبعا في اطار استراتيجيه الدوله وخاصه وزاره الشباب والرياضه، اللي احنا بنهتم ان اولادنا يعرفوا بلدهم ايه واثارهم ايه. كل العالم بيجي لك من بره، فمش معقوله احنا اولادنا ما يبقاش عارف اثار بلده ايه ولا تاريخ حضارته ايه والحاجات دي كلها. بتزرع فيه حب بطريقه غير مباشره، بتزرع فيه حب وانتماء لهذا المكان لما بيشوف عظمه حضارته، حتى لما بيسافر بره. وكلنا سافرنا بره شفنا الفرق الحمد لله رب العالمين بين حضارتنا وتراثنا وما بين الدول الاخرى. طبعا حضرتنا في ظل توجيهات الاستاذ دكتور اشرف صبحي اللي دايما بيهتم بتطوير الخدمه للشباب وتقديم كل سبل الراحه ليهم، حريصين على تقديم المشروع طبعا بالتعاون مع هيئه سكك حديد مصر، مع الوزير بيخاطب مع الفريق كامل الوزير لتخصيص قطر مخصوص، قطار مخصوص اسباني مكيف مطور بيبقى خاص برحله الشباب الرياضه بس فقط اللي بتنفذها الوزاره. زي ما حضرتك اتفضلت كده في خط السير اللي هو من وجه قبلي طبعا وفقا للمشاركين، وبنبقى منسقين مع المسؤولين في هيئه سكه الحديد الموقره طبعا على مواعيد وتوقيتات التوقف. الاولاد طبعا مش عايز اقول لحضرتك البرنامج مهم ليهم جدا قد ايه، وحريصين جدا لما بيروحوا يشوفوا هناك. يعني لما بيروح الاقصر يعني تسمحي لي الاول اديك الاماكن اللي احنا بنروح فيها في الاقصر. مثلا بنروح معابد البر الغربي زي ابو، زي حتشبسوت، زي وادي الملوك، بنروح البر الشرقي زي الكرنك، زي الاقصر حضرتك بنحضر حفلات الصوت والضوء بالكرنك. برضو بنعمل لهم ندوات تثقيفيه وبنسمع الشباب وبنعمل ورش عمل، ما بقاش البرنامج برضه ترفيهي بس، بنسمعهم وبنحاورهم بالتعاون مع الهيئات المختلفه زي مشايخ الازهر، وزاره الاوقاف، الوطنيه للتدريب، يعني منفتحين على كل المؤسسات اللي هي بتفيد الاولاد، بحيث ما يبقاش برضه مجرد اللي هي رحله سياحيه فقط، لا دي رحله تاريخيه ثقافيه يعني فيها كل الامور يعني. طب دكتور علاء، ممكن كتير من الشباب اللي بيتابعونا دلوقتي يبقوا عايزين يعرفوا الاشتراك بيبقى ازاي، او هل بيبقى في شروط معينه مثلا للاشتراك؟ طبعا يعني احنا برضو حضرتك دايما كل سنه بنطور، زي ما بقول لحضرتك عندنا دايما يعني فريق العمل بقيت مع الوزير وكل الوزاره وفريق عملي اللي بوجه له الشكر على تعبه في المشروع ده، لانه مشروع صعب جدا. قطر بتطلع 13 ساعه 16 ساعه مع الشباب، بتتعاملي معاهم، لازم يكون في تنظيم، لازم يكون في استيعاب للتعامل. فاحنا سهلنا الامور دي خاصه بعد ما وفقنا
في اللي احنا عملنا حجز سداد الكتروني من خلال بوابه وزاره الشباب والرياضه مصر، ان هو بيخش من جوجل لو داس بس وزاره الشباب والرياضه مصر بيجي له السايت، بيدخل على لينك رحلات، بيبدا يطلع على الشروط. اذا الشروط دي هو وافق عليها، الشروط طبعا بصفه عامه لو احنا فاتحين السن من 18 ل 45 سنه، ده بالنسبه لمراحل الشباب. عندنا المراحل النشأ من خلال الاداره المركزيه للنشأ اللي احنا برضه فاتحين لهم السن اللي هم اقل من 18 سنه، من 8 سنوات لاقل من 15 سنه بيبقى ليها برامج خاصه. عندنا على فكره فوق الاولاني اللي هو ان شاء الله معالي الوزير شرفنا فيه عاملينه طبعا بتوجيهات معالي الوزير اللي احنا نهتم بذوي الهمم قدرون طبعا في ظل برضه توجه الدوله يدمجوهم مع مجتمع الاسوياء. اول فوق عاملينه اليوم السنه دي لو هينطلق يوم الجمعه القادمه ان شاء الله من خلال مكتب قدرون في الوزاره وكده. نعم. كما حكي التسجيل بيخش هو بناء على الشروط، بيخش يكتب معلوماته. واعيب الشباب ارجوك، احنا بنحاول نخدم كل شباب مصر، اهتم جدا انك تكتب بياناتك صحيحه، اكتب اسمك كاملا عشان لو في تشابه في الاسماء ولا اي حاجه. الشيء الثاني ارقام الرقم القومي بتاعك، لان ده شيء مهم جدا، ان ده عندنا قاعده بيانات عشان احنا برضو عاملين حاجه اللي احنا اللي طلع السنه دي ما يعني السنه اللي بعد منها ما نطلعش ندي الفرصه لبقيه الشباب بحيث ان اكبر قاعده تشارك في القطر. نعم. بيخلص بعد كده عاملين بعد كده بيختار طريقه الدفع سواء بفيزا او اي فيزا بنكيه او ياخد كود فوري. كود فوري ده مدته ساعه، بيروح يدفع من اي ماكينه فوري تيسير ليهم برضو، وخلال دقائق بيكون تاب بيجي له رقم العربيه ورقم الكرسي وهو قاعد مكانه. بشكرك دكتور علاء الدسوقي مدير عام البرامج الثقافيه والفنيه بوزاره الشباب والرياضه. قال المهندس محمد البشير استشاري مشروع تلال الفسطاط ان المشروع بيقام على مساحه 500 فدان ويعد رئه خضراء لكل سكان محافظه القاهره، واشار الى ان الحديقه بتضم مناطق ترفيهيه وتراثيه واستثماريه كبرى. اهلا بكم في هذا اللقاء الخاص الذي نجريه مع المهندس محمد البشير استشاري مشروع تلال الفسطاط. باشمهندس محمد برحب بك عشان الاخبار، كلمنا عن هذا المشروع العملاق اللي بيعد رئه خضراء لمحافظه القاهره. مشروع تلال الفسطاط مبني على مساحه 500 فدان، يتم استغلال الموقع المتميز للمشروع. المشروع كان الاول عباره عن مكب لمخلفات البناء وتعرض للاهمال لفتره 60 سنه. كانت الرؤيه السياسيه ان احنا نعيد احياء منطقه مصر القديمه بانشاء تلال خضراء يتوسطهم نهر ينزل بشلالات على بحيره عين الصيره وشلالات على ناحيه جامع عمرو بن العاص. المشروع عبارة عن 135 مبنى تقريبا خلصوا بالكامل، فاضل فيه أعمال اللاندسكيب وأعمال الانترلوك، والقريب العاجل إن شاء الله يتم الاستفادة منه. المشروع عبارة عن مولات ومحلات تجارية ومركز الحرف اليدوية، هنعيد إحياء صناعة الحرف اليدوية اللي كانت اندثرت زي أعمال الخزف والحرف والأعمال الزجاجية، وهيبقى مكان للسائح ان هو يجي المكان ده يبقى بالنسبه له منتجع في اي وقت، اي حد يحب ان هو يفصل عن ضوضاء العاصمه يجي هنا عندنا في حديقه الفسطاط، عنده المولات، عنده الفنادق، عندنا سليمات، عندنا المسارح، المسرح الارينا، عندنا متنزهات، عندنا منطقه المغامرات للاطفال، عندنا فنادق، عندنا تقريبا مدينه كامله يقدر ان هو يستجم فيها اسبوع كامل. الزراعه يا فندم وصلنا فيها لحد فين وعمليه التنفيذ بشكل عام للمشروع؟ عمليه التنفيذ بشكل عام للمشروع وصلت تقريبا ل 98%، وان شاء الله زي ما حضرتك في القريب العاجل يتم الاستفاده الكامله من المشروع. والزراعات؟ الزراعات وصلنا 80%. يعني احنا زرعنا كل الثلاث تلال الموجودين. التلال قايمه على فكره الاحواض الزراعيه، مش اغلبها نجيله، انت عارف حضرتك النجيله بتاخد فتره قصيره وتبدا، لكن الاحواض الزراعيه بتاخد فتره على بال ما تنمو. المشروع ده على المدى الطويل هيغير شكل مصر القديمه بالكامل. طيب احنا عارفين المشروع بيطل على مناطق هامه جدا زي القلعه، متحف الحضاره، جامع عمرو بن العاص، في ايضا منطقه للحفائر، يعني في مناطق كثيره بتحطها زمان. المشروع على الخريطه السياحيه سواء الدينيه او الاسلاميه او الاثريه، عندنا احنا جنب ماري جرجس والكنيسه المعلقه، جامع عمرو بن العاص، مسجد سيدي ابو السعود، سلطان المتحابين، كل دي مزارات دينيه على الخريطه السياحيه الدينيه. بجانب اللي في منطقه الحفائر اللي هي منطقه الفسطاط القديمه من اول العواصم الاسلاميه في مصر، ودي بيتم استكشافها حاليا واستخراج الاثار منها ووضعها
في المتحف، متحف الحفاير اللي احنا اللي تم انشاؤه برضه. اخيرا عندنا يمكن 14 بوابه للمكان عشان طبعا مساحته شاسعه جدا، عندنا طبعا مناطق ما بين استثماريه وتراثيه وخلاف ذلك. عندنا نبدا من اول بحيره عين السيره، عندنا منطقة استثماريه فيها مولات ومحلات تجاريه والارينا والبرج الايقوني، عندنا المنطقه الثقافيه ان هي بتمثل امتداد لمتحف الحضاره من عصر سالم، عندنا منطقه المغامرات، عندنا منطقه الثلاث تلال، عندنا منطقه النهر، عندنا منطقه الاسواق والقصبه اللي هم تبقى زي خليج خليل بس على اضخم واكبر. بشكر حضرتك جدا المهندس محمد البشير استشاري المشروع. في نهاية هذا اللقاء بشكركم على طول المتابعة. أعلن ممثل السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل خلال مؤتمر صحفي في بروكسل أنه لم يعد هناك كلام لوصف الوضع في الشرق الأوسط، معربا عن إحباطه إزاء ما تشهده المنطقة. وندد بوريل بوضع مروع في غزة وقال أنها حرب ضد الأطفال في غزة، موضحا أن هناك حوالي 44 ألف قتيل في غزة و 70% من هؤلاء القتلى هم نساء وأطفال. وقال بوريل أنه اقترح تعليق الحوار السياسي بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل احتجاجا على أوضاع حقوق الإنسان في غزة، لكن جهوده لم تثمر بشيء. تتحرك حكومة الاحتلال الإسرائيلي على كافة الأصعدة لفرض سيادة على بعض مدن الضفة الغربية وتهجير أبناء الشعب الفلسطيني من أرضهم في ضوء القرارات التي اتخذتها حكومة الاحتلال لشرعنة وجود إسرائيل في مدن الضفة الغربية. وافقت إسرائيل على قانون يفرض عقوبات على رفع العلم الفلسطيني في المؤسسات الممولة من إسرائيل. ووفقا لنص القانون الذي قدمه عضو كنيست نسيم فاتوري من حزب الليكود، سيتم حظر رفع علم فلسطين خلال تجمع من شخصين فيما فوق في مؤسسات ممولة أو مدعومة من إسرائيل، وسيكون من الممكن تفريق مثل هذا التجمع وحتى معاقبة محتجين يرفعون الأعلام الفلسطينية بالسجن مدة أقصاها عام وغرامة بتبلغ 10,000 شيكل على الأقل. للمزيد معنا الأستاذ أمجد شوى مدير شبكة المنظمات الأهلية بغزة. بعد التحية أستاذ أمجد. أهلا وسهلا، صباح الخير. يعني حين يصرح منسق السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي أن هناك حرب إبادة ضد الأطفال وأكثر من 44 ألف استشهدوا جراء هذه الحرب في غزة، يعني نحن أمام إبادة جماعية بيراها العالم وبيعترف بها، لكن في نفس الوقت بيعجز عن المساعدة أو التدخل لوقفها. بالفعل يعني هناك عجز دولي وهناك تخاذل وهناك صمت وهناك فشل كبير للمجتمع الدولي تجاه هذه الجرائم التي ترتكب ضد الإنسانية في قطاع غزة. وما ذكره السيد بوريل بشأن مقترحاته هو يؤشر أيضا بخطورة بالغة أن دول الاتحاد الأوروبي لم تتخذ أي إجراءات حتى الآن اتجاه دولة الاحتلال الإسرائيلي، بل أن بعض الدول ذهبت باتجاه التبرير هذا العدوان الإسرائيلي وأيضا الاستمرار في تزويد دولة الاحتلال الإسرائيلي بالأسلحة. وهذا إشارة خطيرة أنه بعد أكثر من 13 شهر من العدوان على شعبنا الفلسطيني واستهداف المدنيين ومقدمتهم الأطفال والنساء، ونحن الآن وصلنا إلى قمة الكارثة الإنسانية. وبالأمس حذرنا من انهيار النظام منظومة العمل الإنساني في قطاع غزة في ظل القيود التي يفرضها الاحتلال على دخول المساعدات وانتشار المجاعة بشكل كبير جدا. للأسف لا نجد أي إجراءات أو خطوات باتجاه دولة الاحتلال الإسرائيلي. هذه المؤشرات التي ذكرها السيد بوريل يجب أن تكون برسم الإجابة من دول الاتحاد الأوروبي كجماعة وكجماعة سياسية وأيضا في مجلس الأمن الدولي، أن يكون هناك تحرك حقيقي وجدي لضغط على دولة الاحتلال الإسرائيلي وبما يوقف هذا العدوان ويدخل المساعدات ويوفر الحماية للمدنيين الفلسطينيين، وكذلك العمل باتجاه انصاف الضحايا. هؤلاء الأطفال والنساء الذين سقطوا والمدنيين بشكل عام يجب انصافهم من خلال تقديم مجرمي الحرب الإسرائيليين لمحكمة العدل الدولية ومحكمة الجنايات الدولية، والاستمرار في الجهد الذي قامت به جنوب أفريقيا مع مختلف دول
من أجل أولا تجريم دولة الاحتلال الإسرائيلي بجريمة الإبادة بشكل خاص. نعم، يعني أستاذ أمجد، هناك الدمار والقتل والإبادة، وإسرائيل مستمرة في ذلك دون أن يوقفها أحد، يعني آليات الضغط من المجتمع الدولي على دولة الاحتلال. حضرتك شايف بداية التحرك من أنهي نقطة؟ يعني هناك تحرك شعبي في مختلف دول العالم، حتى في الإدارة الأمريكية، في الولايات المتحدة الأمريكية، وفي مختلف دول أوروبا، وفي اليابان، وفي مختلف العواصم العالم هناك حركات، وهناك جهود تبذل على مستويات مختلفة. ولكن وهناك بعض الدول التي لديها مواقف ممتازة جدا فيما يتعلق بإدانة هذا العدوان، وأيضا هناك تحركات من هذه الدول. هناك عشرات الدول التي أقرت قضية وانضمت لقضية جنوب أفريقيا فيما يتعلق بجرائم الإبادة في محكمة الأمن الدولي. وهناك أيضا تصويت لافت في مجلس الأمن الدولي، ولكن دائما ما كان يسقط هذه المشاريع القرارات فيما يتعلق بوقف العدوان الإدارة الأمريكية التي تتعامل بازدواجية تامة فيما يتعلق بالملف الفلسطيني، بل ذهبت أيضا حتى وزير خارجية الإدارة الأمريكية بلينكين الذي أكد أن إسرائيل لا تخالف القانون الأمريكي فيما يتعلق بمنع المساعدات، على الرغم أن المؤسسات الأمريكية ذاتها ذهبت باتجاه أن الاحتلال الإسرائيلي يقيد دخول المساعدات ويشدد الحصار، وهناك مجاعة في قطاع غزة رغم كل تقارير الأمم المتحدة التي تصدر، ورغم لجان الخبراء المستقلة التي تتحدث عن الكارثة الإنسانية في قطاع غزة وعن أعمال القتل والتدمير التي يمارسها الاحتلال، إلا أن الإدارة الأمريكية ذهبت باتجاه تبرير هذه الاعتداءات وأيضا التحريض على محكمة العدل الدولية. وهناك زعيم الأغلبية الجمهورية في مجلس النواب الأمريكي يذهب باتجاه تحريض قانون أو مشروع قانون لإدانة محكمة الجنايات الدولية إذا ما ذهبت باتجاه إدانة دولة الاحتلال الإسرائيلي. الاحتلال يستغل هذه الحالة في العالم من أجل الإمعان في ارتكاب المزيد والمزيد بالجرائم بحق شعبنا الفلسطيني. وما يحدث في شمال قطاع غزة تقريبا 45 يوم الآن من تشديد الحصار، من هذه المجاعة الغير مسبوقة التي يعاني منها عشرات الآلاف، حرمانهم من الدواء، حرمانهم من الغذاء، حرمانهم من الماء، حرمانهم من أبسط مقومات الحياة، وأعمال القتل المستمرة بحقهم. وأنا أتحدث إليك اليوم وفصل الشتاء بدأ بالفعل من خلال هذه الأمطار التي هطلت في وغرق قيام النازحين في مختلف مناطق قطاع غزة، وهذا البرد الشديد في ظل أن هناك عشرات الآلاف يعيشون في خيام مهترئة وممزقة تقادمت بفعل ما شهدته مشاهد قطاع غزة، وكذلك يعانون من البرد الشديد، عدم توفر الأغطية سواء الأغطية الشتوية أو الملابس لتغطية هذه الأجساد التي طبعا تعبت وشهدت ما شهدت خلال هذه الفترة الطويلة من مجاعة ومن سوء تغذية. وضع إنساني غير مسبوق، وللأسف العالم يشاهد ولا يتحمل. يعني أستاذ أمجد، بجانب العدوان العسكري والعدوان الإنساني والكارثة الإنسانية اللي بيعيشها الفلسطينيين، هناك عدوان على الهوية الفلسطينية، واستمرار إسرائيل في حصار الهوية الفلسطينية يمكن بيتجلى في سياسات متعددة بتهدف لتقييد حرية التعبير الفلسطيني، وده بيؤثر على الروح المعنوية للفلسطينيين وزيادة التوتر في المنطقة. بالفعل يعني هناك ما يقوم بالاحتلال الإسرائيلي في مختلف المناطق، الوجود الفلسطيني في الضفة، في 48، في القدس، في قطاع غزة، تدمير هذه المقومات الهوية وهذا البعد التاريخي أيضا لشعبنا الفلسطيني. يعني الاحتلال الإسرائيلي منذ بدء هذا العدوان واستهدف الأماكن التاريخية وهي تشكل جزء من الهوية الوطنية لشعبنا الفلسطيني، منع أيضا حتى محاولات منع العلم الفلسطيني، وشاهدنا كيف ينتزع جندي الاحتلال الإسرائيلي من أبناء شعبنا العلم الفلسطيني اللي يمثل رمزا للهوية الوطنية الفلسطينية. أيضا في القدس منع هذه الفعاليات الثقافية ومحاربة منظمات المجتمع المدني في القدس، كل ذلك محاولات للاحتلال الإسرائيلي لنيل من هذه الهوية الوطنية والفلسطينية. ولكن نؤكد مرة أخرى أن شعبنا الفلسطيني متمسك بهويته الوطنية وحقه في الدولة
المستقلة وعاصمتها القدس، ومهما فعل الاحتلال الإسرائيلي نحن باقون على هذه الأرض ثابتون عليها. وهذه ما يحدث في قطاع غزة وبشكل خاص في شمال قطاع غزة عندما تشبث المواطن الفلسطيني بأرضه. وأيضا لابد من الإشارة ما حدث في موسم قصف الزيتون في الضفة الغربية من استهدافات من المستوطنين باتجاه المواطنين بما تمثله شجرة الزيتون، ليس فقط لبعدها الاقتصادي بل أيضا بعدها الثقافي الاجتماعي والتاريخي وأيضا تمسك المواطن الفلسطيني بأرضه في مختلف المناطق. هل منع علم فلسطين ممكن أن يزيد من الدعوة لفرض عقوبات على إسرائيل بسبب انتهاكات حقوق الإنسان والقوانين الدولية، ده بجانب لعزلة إسرائيل نفسها؟ من لم يحركوا هذه المشاهد من أطفال ونساء وجرائم إبادة غير مسبوقة ومنع حتى حليب الأطفال والأدوية وغيرها إلى قطاع غزة لن تحركه لا منع للعالم الفلسطيني، بل العكس هناك بعض العواصم في أوروبا وفي بعض الولايات الأمريكية منعت رفع العلم الفلسطيني. فنحن الآن نؤكد على ضرورة استمرار الجهود من أجل فضح هذه الانتهاكات والعمل باتجاه وضع العالم أمام مسؤولياته الحقيقية، لأنه ما يحدث في قطاع غزة غير مسبوق، فبالتالي يمكن أن ينعكس أيضا في مناطق أخرى في العالم أن يتم استغلالها من بعض الأطراف. فالأمور تزداد سوءا وعلى المجتمع الدولي أن يصحب باتجاه هذه الانتهاكات التي تسجل كسوابق في وللأسف هذه إعادة صياغة للنظام العالمي فيما يتعلق باحترام القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني والإعلان العالمي لحقوق الإنسان ومختلف الاتفاقيات الدولية التي يجب على العالم حمايتها، لأن هذا اتفاق بين البشرية على حماية حقوق الإنسان. يمكن إسرائيل بتتعامل بأرض الضفة الغربية أنها أرض إسرائيلية، كيفية التعامل مع أهل الضفة وخاصة بعد منع رفع العلم وفرض عقوبات مالية وعقوبات بالسجن؟ يعني أولا هذه محاولات من دولة الاحتلال الإسرائيلي على فرض مثل هذه القوانين وانتزاع العالم الفلسطيني ومنع ظهوره وغيره، ولكن هناك بالجانب الآخر الفلسطينيين متشبثين بعالمهم ومتشبثين أيضا بأرضهم وبهويتهم الوطنية، والعالم يعني يشاهد ذلك، ونحن نؤكد أننا مستمرين في تمسكنا بعلمنا الوطني الفلسطيني حتى في الانتفاضة الأولى والانتفاضة الثانية التي شهدنا جميعا كيف الجنود الاحتلال يحاولون انتزاع هذا العلم من المباني ومن بأيدي الأطفال وفي المؤسسات وغيرها. اليوم نحن في مرحلة حاسمة أمام ما يقوم بالاحتلال الإسرائيلي، وهي مؤشرات لأن الاحتلال الإسرائيلي سيستقبل إدارة ترامب الجديدة بمخططات الضم للضفة الغربية وإنهاء هذا المشروع الوطني الفلسطيني بشكل كامل. بشكرك أستاذ أمجد الشوى مدير شبكة المنظمات الأهلية بغزة، ومعه نكون وصلنا لنهاية جولتنا الصحفية، لكن فقراتنا في هذا الصباح مستمرة معكم بعد قليل، موجز لأهم الأنباء.